السلام عليكم مشاهدينا الكرام، راح فيكم معانا في زيارة جديدة لنادي من أميز الأندية هذا الموسم أداء وجمهورا، وخلونا نقول أنه يعتبر الحصان الأسود في هذه البطولة، بطولة دوري الخليج العربي. احنا موجودين في معقل الملك الشرجاوي، بنسوي اليوم زيارتنا لمعقل الملك الشرجاوي مثل ما قلت، لأن قمة الأسبوع بين الأهلي والشارجة الشرجاوية اللي عطلوا الأهلي في الدور الأول وخذوا منا نقطة، هل بيعطلونا مرة ثانية ولا لا؟ خذوا منا نقطة، هل بيعطلونا مرة ثانية ولا لا؟ بنشوف. خلونا نشوف الشرجاوية واستعداداتهم لهذه المباراة، خلكم معنا. شو رايك في جمهور الملك السنه هذه؟ بعد عوده الملك لمستواه طبيعي ان الجمهور يرجع. راح نتابع معاك تدريبات الملك ان شاء الله انا والكابتن زهير بخيت على طريقتنا الخاصه في برنامج درب البطوله. خليكم معي. عندكم مباراه مهمه يا الاهلي، والاهلي هددكم بعد في لقب الملك في الكاس، 8 بطولات كاس عند الشارجه، 8 بطولات عند الاهلي، والاهلي يهدد وايد فرق الحين. ماشي بمستوى صراحه، ماشي بمستوى زين اكيد، بس المباراه هاي بتكون مباراه سهله للاهلي؟ يعني ما بسهله بس يعني بتكونون ند لهم؟ اكيد لا، نبغي نثبت، نبغي يعني يمكن نرد شيء، مثلا نقدم شيء للفريق، نقدم شيء للجمهور ان شاء الله في المباراه الجايه. اكيد مباراتنا بطوله الدوري المحترفين صرنا فيها يمكن اخر دقيقه، قدمنا مباراه كبيره، حتى الاهلي قدم مباراه كبيره، ولكن احنا نطمح ان احنا نوصل للنهايه. لكن الشيء ما صار يعني صدق على مباراه دقيقه، يمكن مرينا في اسبوع يمكن اسمع سالم خميس هذا قاعد حصوا ايلات ورا نشوف كمل زين مرينا يمكن اسبوع يعني صراحه صعب بالنسبه لنا. ليش؟ لان قدمنا وخسرنا يمكن في دور الاربعه تقصد مباراتكم مع الاهلي في كاس المحترفين. ايوه قدمنا يمكن وخسرنا، بس كنا نطمح نفوز، لكن الحمد لله تعدينا يمكن مباراه النصر، قدمنا فيها مباراه كبيره تعدينا فيها، نطمح ان شاء الله المباراه نقدم كل ما عندنا للجمهور ان شاء الله، للاداره، للجهاز الفني. طيب نقدم لكم نتيجه ايجابيه باذن الله. الاهلي والشارجه في الدور الاول، اول فريق عرقل الاهلي شارجه، خذ منا نقطه بعد الوصل. بعد الوصل صح، لو خسر من الوصل بعدين تعادلت وياه صح؟ لا 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 اول شيء انتم بعدين الوصل يعني اول فريق كان شارجه عرقل الاهلي بنقطتين خذ منه، يعني خذ نقطه تعادل. في فرق وايد تترياكم خاصة الشباب، هو الفرق، هو بيني وبينك هو الفريق الوحيد اللي يترياكم تسوون شيء مع الاهلي، يعني تتوقع راح تقدرون تعرقلون الاهلي بعد مره ثانيه؟ احنا نتمنى ان شاء الله نسوي شيء، لان احنا نقدم مباراه ان شاء الله كبيره نثبت فيها، نكون ند قوي لنادي الاهلي. البس ما درب البطوله، البس حلو البس على الكشه هاي، كشه عموري كلكم سوينا، يلا كمل كمل لا تشلع. والله حلو زين. احنا كيف بتعرقلون الاهلي؟ والله في تكتيك دائما المدرب، يعني في كل مباراه لها تكتيك يلعبها معين، يا المدرب دائما يحط تكتيك معين في المباراه، والحمد لله يمكن الفريق في صفقه ونحن يمكن 90% يمكن في الملعب، وهالشيء يمكن باين يعني اكيد الكل شايف مثلا كيف شكل الفريق الخارجي في كل مباراه، يمكن في اسلوب، في شخصيه للفريق، في تكتيك نلعب فيه يعني. وضعكم السنة زين، انتم الحصان الاسود، انتم افضل فريق صاعد، خلنا نقول قدمتوا مستوى يمكن حتى جمهوركم وايد مستانس منه، شو تحب تقول حق الجمهور الشرجاوي؟ ان شاء الله نبغى يكون حضورهم اكثر وقت. بيحضرون الجمهور حتى ولو انتم ما لكم امل في البطوله يعني؟ وطلعتوا من كل البطولات؟ اكيد بيحضر، الفريق يقدم جمهور يقبل. الحمد لله يعني يمكن ترتيبنا في الدوري يعني الرابع، مقدمين الفريق يقدم مستوى جيد. الجمهور دائما يطمح ان احنا نواصل، احنا قدمنا بدايه الموسم سنتين
حضورهم اكيد بيعطينا دافع كبير نحن نقدم في المباراه باذن الله. المباراه اللي طافت كان رتم لعيبه المنتخب انا لاحظت انه شويه اعلى عن الرتم اللي انت فيه، صح؟ نعم. ليش؟ انا حتى تكلمت مع يمكن مساعد المدرب كابتن مهدي يمكن عرف الموضوع جديد عليك عرف الموضوع، فيمكن احنا رادين في الطياره. كلمت الكابتن مهدي؟ تكلم يعني ان علي قصيف انه هو تكلم معه اساسا. انا يمكن تكلمت مع شباب مع الفريق بعض اللاعبين فوصلوا المعلومه حق المدرب اننا ثالث يوم تمرين معاهم ريلي شاد. أحد اللاعبين المميزين في صفوف فريق الشارقة والمنتخب الوطني هذا الموسم، منتخب الشباب أقصد، الكابتن يوسف سعيد والمنتخب الأولمبي أيضا اللي شارك في التصفيات. يوسف صراحة من اللعيبة اللي صراحة يعني أشادوا فيك الجميع وخاصة الكابتن زير رخيت معجب فيك هاي السنة. شو رأيك في الكابتن يوسف هاي السنة زير؟ إن شاء الله يحافظ على مستواه ويحافظ على هذا الشعار، لأن أنا سمعت أنه عنده وايد عروض وعقود. الكرة عاد عندك في ملعب. أتمنى أنه يحافظ على الشعار، يثبت أقدامه في نادي الشارجة بعدين يفكر في العقود مستقبله. يوسف شو رأيك أنت في كلام سير؟ إن شاء الله بعد ما في عروض. لا شيء سيمشاه. مباراتكم مع الأهلي كيف تشوفونه، خاصة أنتم تلعبون الحين اللي خلنا نقول للمتعة للاستمتاع وتمتعون جمهوركم؟ لا أكيد نحن نطمح للمراكز الأولى ونلعب في الأسيوية السنة الجاية. تفكر أنك تلعب في الأسيوية؟ إن شاء الله نفوز. مفاجأة. كمل عادي. متدخل ومتعطر. شغل عدل. لا تقول لي جاي من الجمعة. والله ردوها. يوسف حلو لما تلعب مع الأهلي ان الاهلي فيه احمد خليل، فيه هيكل، فيه ماجد حسن، فيه بشير، كم بتعد بشير، فيه نجوم. حلو لما تتحدى هالنوعيه من النجوم تحس انه فيه تحدي بينك وبينهم؟ كيف تحدي؟ كيف بتكون بتكون احسن منهم ان شاء الله؟ بتسجل انت بتسجل هالمباراه احمد خليل وهي ان شاء الله اكوها هو احمد خليل نفس الوي والله زوم احمد خليل مباراتكم الجايه يا شارجه شوف اتغدى مباراه شرجاوية على الله ترانية شرجاوية. الأهلي مقدم موسم جيد هالسنة، يعني الأهلي فريق كبير ومتصدر الدوري، يعني مو ما احنا نشوف مباراتنا ويا الأهلي يعني ما بنروح ان نكون يعني نقول هاي مباراة سهلة، يعني احنا بنقدم كل ما عندنا ان شاء الله وبننفذ كل ما يطلبه منا المدرب وان شاء الله راح نطلع في نتيجة ايجابية ان شاء الله. معنا قلب الدفاع والصخرة الشرقاوية في هذا الموسم، صح ولا لا؟ راموس كواترو راموس البرازيلي احد اعمده الفريق الشرجاوي في هذا الموسم. راموس فيرست اوف اول نيكست ماتش اجينست الاهلي هاو يو سي ذا ماتش. فريق الشارقه يكن الاحترام والتقدير لفريق الاهلي، نتمنى ان نقوم بمباراه رائعه في ميدان الاهلي، نحن على أهبة الاستعداد وعلى درجة كبيرة من التركيز ونعمل بجهد كبير من أجل هذه المباراة ونتمنى أن ننجح في مباغتة الأهلي في عقر داره. راموس، في الأهلي هناك مهاجمين أقوياء مثل جرافيتي وسياو وأحمد خليل. الأهلي يمتلك لاعبين كبار وأكدوا أنهم من طينة قوية طوال الموسم مثل سياو وهو لاعب ممتاز وجرافيتي سبق وتقمص زي منتخب البرازيل. جرافيتي نعم، نحن نحترمهم وعمل كبير ينتظرنا لإيقاف جرافيتي والأهلي ونحن عازمون على تقديم مباراة كبيرة. fazer o grande trabalho contra o grafite contra o alahli acho que o grupo está bem focado e fazer um grande jogo. هل تعتقد أنه رغم قوة المنافس فريق الشارقة قادر على الخروج بنتيجة إيجابية؟
المباراة الأخيرة أمام الأهلي حسمت في الدقائق الأخيرة، ونتمنى أن نحقق نتيجة طيبة أمامهم في هذه المباراة. هل أنت سعيد في الشارقة؟ ما هو شعورك؟ أنا سعيد جدا، عائلتي كذلك سعيدة بالتواجد هنا. فريق الشارقة يمثل عائلة واحدة، ولدينا الكثير من اللاعبين الشبان، عندما نتحدث إليهم ينصتون ويفهمون بسرعة، وأعتقد أنه في السنوات المقبلة فريق الشارقة سيكون أفضل. لدينا لاعبين شبان ونقوم بعمل كبير في التمارين، ونتمنى أن نواصل كذلك. الشارقة مدينة رائعة، وأنا أطمح لمواصلة العمل هنا. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام لختام زيارتنا في ملعب الملك الشرجاوي. معنوياتهم عالية وتجاوبهم رائع مع درب البطولة، واتمنى لهم التوفيق. شو تقول حق الشرجاوي قبل؟ اقول حق الشرجاوي اتمنى لكم مثل ما اتمنى الفريق الاهلي التوفيق، ونحن كجمهور نتمنى ان نشوف ونشاهد مباراة ممتعة. اتمنى من الجمهور الشرجاوي انه يكون متواجد، لان جمهور الفرسان متواجد اكيد اكيد بحكم انه متصدر. زهير بخيت الى حسين غلوم في الجول، العب لي اياها العب لي اياها.